رياضيات جمع الأعداد العشرية. إذن العدد العشري هو عدد يتكون من جزئين، جزء صحيح وجزء عشري تفصل بينهما فاصلة. الجزء الصحيح يتكون من وحدات، عشرات، مئات، آلاف إلى آخره، والجزء العشري يتكون من الأعشار وأجزاء المئة. مثال: إذن فيما يخص الجزء الصحيح، وحدات، عشرات، مئات، والجزء العشري أعشار وأجزاء المئة، والخط الفاصل بين الجزئين يمثل الفاصلة. نأخذ العدد 327.06. 327.06. إذا نلاحظ هذا الجزء الذي يوجد بعد الفاصلة هو الجزء العشري، وهذا الجزء الذي يوجد قبل الفاصلة أو على يسار الفاصلة هو الجزء الصحيح. 7 يمثل رقم الوحدات، هكذا 2 يمثل رقم العشرات، وثلاثة يمثل رقم المئات. هنا الفاصلة، وصفر هو رقم الأعشار، 6 رقم أجزاء المئة. نأخذ مثال عدد ثاني، 19.45. إذن الجزء العشري هو 45، والجزء الصحيح هو 19. أضعه في الجدول. 9 يمثل رقم الوحدات، 1 يمثل رقم العشرات، الفاصلة هنا، 4 رقم الأعشار، و5 رقم أجزاء المئة. إذن درس اليوم هو جمع الأعداد العشرية. لجمع عددين عشريين أضع العملية عموديا، أضع الجزء العشري تحت الجزء العشري، والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والفاصلة تحت الفاصلة. إذن أحسب استعانة بالجدول وأمر إلى العملية العمودية الاعتيادية. أضع رمز زائد وأحسب العملية عموديا كما اعتدنا حساب أي عدد صحيح طبيعي. 6 + 5 = 11، أكتب 1 وأحتفظ بواحد. 1 + 4 = 5، أضع الفاصلة التي تفصل بين الجزء العشري والجزء الصحيح. 7 + 9 = 16، أكتب 6 وأحتفظ بواحد. 2 + 1 = 1، 4، 3 + 0 = 3. إذن المجموع هو 346.51. أضع العملية عمودية بدون جدول، أكتب هنا 327.06 زائد 19.45. إذن 9 هو رقم الوحدات، 7 هنا هو رقم الوحدات، إذن أضع الوحدات تحت الوحدات، والعشرات تحت العشرات، الفاصلة تحت الفاصلة، الأعشار تحت الأعشار، وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة. إذن 6 هو جزء المئة للعدد الأول، ثم 5 هو جزء المئة
للعدد العشري الثاني. صفر يمثل الأعشار بالنسبة للعدد العشري الأول، أربعة يمثل الأعشار بالنسبة للعدد العشري الثاني إلى آخره، وأحسب العملية كما اعتدنا حساب أي عددين صحيحين طبيعيين أو أعداد صحيحة طبيعية. نفس الشيء، الفرق هو أن الأعداد العشرية تتكون من جزئين، 6 زائد 5 11، 4 زائد 1 تساوي 5. أنزل الفاصلة أضعها في مكانها، 7 زائد 9 16 أحتفظ بواحد، 2 زائد 1 زائد 1 4 وهنا 3، إذن المجموع هو 346.51. نأخذ مثال عددين عشريين آخرين وأجمعهما، أضع العملية عمودية. مثلا 6005.19 زائد 639.18 مثلا. إذن أضع العملية عمودية، 6005.19 زائد، إذن 9 يمثل رقم الوحدات أضعه تحت 5، 3 رقم العشرات أضعه تحت 0، 6 رقم المئات أضعه تحت المئات، 0.18 أجزاء المئة تحت أجزاء المئة، الأعشار تحت الأعشار، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، والآلاف هنا ليس لدي رقم الآلاف، أترك المكان فارغا. 9 زائد 8 17، 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 3، أضع الفاصلة. 5 زائد 9 14، 1 زائد 3 4، 0 زائد 6 6، و 6 زائد 0 6، المجموع هو 6644.37.